أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم أسئلة عن الإيمان، ويسعدنا أن نرحب بالضيف الكريم جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم. أعزائي المشاهدين، قال السيد المسيح: فإني الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. وقد تكلمنا عن أجزاء من هذا الكل، تكلمنا عن ناسخ والمنسوخ، وتكلمنا أيضا أنه وعرفنا أنه ليس حرام أن نتساءل وأن نسأل في الدين أيضا. وفي هذه الحلقة سنتكلم عن موضوع، سنستمر في هذا الموضوع ونتكلم عن موضوع الوحي. فأحد الأسئلة الذي وردنا هو: ما هو مفهوم الوحي في المسيحية وكيفية الوحي أيضا؟ الوحي في المسيحية، يقول، لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. نعم. مفهوم الوحي في المسيحية إن الله بيوصل المعنى الإلهي المقصود إلى، عندما يحدث اتصال روحي بين النبي أو الرسول وبين الله، فالروح القدس، الروح القدس عندنا هو روح الله، فالروح القدس روح الله يعطي وينقل المعاني والأفكار وجوهر الموضوع إلى روح الإنسان، عندئذ يستطيع أن يتأملها وأن يندمج فيها ويتحد بها ويحياها، ثم يعبر عنها كلية لكن محفوظا من الخطأ، لأن روح الله مهيمن على حياة الإنسان، يعطي عملية انضباط لتوصيل الرسالة. فإذا الوحي في المسيحية هو كلام الله معلن بالروح القدس للشخص أو النبي المعين الذي يتحد مع الله روحيا ويكون في حضرة الله وفكره مسلم كلية لله وروحه منطلقة علشان خاطر تتحد بالله، وعندئذ يأخذ الفكر الإلهي. أما نحن فلنا فكر المسيح. هل يتم هذا الأمر عن طريق وسيط معين؟ في المسيحية لا وساطة. في المسيحية لا وساطة. المسيحية علاقة إنسان بالله، ومهاش علاقة واجب ولا روتين ولا افعل ولا تفعل وأمر، لا، مش ريموت كنترول يعني. لا، ده اتحاد روح بالله وينقل فكر الله إلى البشر. نعم. فيعلن في الكتاب المقدس. نعم. الكتاب المقدس عهدين، هذا الكتاب المقدس الكامل. نعم. العهد القديم والعهد الجديد. من ماذا أجزاء القديم والجديد؟ هل يتكون أجزاء؟ العهد القديم هو الأنبياء بتوع اليهود قديما. نعم. قبل ما يأتي المسيح، فإحنا ضمناهم مع بعض، لأن العهد القديم بنؤمن أنه نبوات ورموز عن شخص المسيح، فاكتملت وتمت فيه. نعم. فإحنا بنضمهم الاثنين مع بعض ونسميه الكتاب المقدس. ماذا عن الزبور؟ الزبور يعني المزامير بتاع داود النبي، ودي موجودة ضمن العهد القديم. ماذا تقصد المزامير؟ مزامير تسابيح. نعم. وتراتيل. أدعية؟ أدعية، دعوات، صلاة. دعوات وصلاة ونشيد. نعم. مديح. تسبيح. أي، فده العهد القديم وده العهد الجديد. نعم.
المفهوم واحد في الكتابين. لما تقرأ من أول صفحة لآخر صفحة ما تلاقيش أي اختلاف، كله متمشي حول مركز واحد وحول هدف واحد، إعلام الله للبشرية عن شخص المسيح الذي يأتي يحب البشر، يفديهم، يكفر عن خطاياهم، يفتح أحضانه لقبول أشر الخطاة، ليعطيه حياة وحياة أفضل، حياة أبدية. ده مفهوم الوحي. نعم. الله بيوحي بأفكاره وبالمعاني وبالتعليمات وبالمبادئ السامية إلى من انتخبه ليصير نبيا أو رسولا يوصل هذه الرسالة إلى الآخرين. إذن هذا الكتاب هو الكتاب المقدس للنصارى أو لأهل الكتاب، وهم ليسوا بكفرة بل يؤمنون بكتاب الله. بالتأكيد طبعا، لأنه زي ما بيقول في آيات قرآنية أن لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا اللي هو القرآن، وأنزل إليكم اللي هو الإنجيل والتوراة، وإلهنا وإلهكم واحد. حقيقي نسخت بعد كده بالصور المكية، لكن طب اشمعنى كان موافقة عليها في الصور المدنية؟ إيه اللي حصل في الدنيا؟ نعم. فده الوحي بالنسبة للمسيحية. من واقع سؤال آخر، من واقع قراءاتك في المراجع الإسلامية، ما هو مفهوم الوحي في الإسلام؟ ثم هل من الممكن أن تقارن بين الوحي في المسيحية والوحي في الإسلام أيضا؟ طبعا بالتأكيد، يعني كتب كتير كتبت عن الوحي في الإسلام، ومن ضمن ما كتب ما جاء في الإنترنت في موقع الأزهر وفي باب مفاهيم إسلامية، وكتب الأستاذ الدكتور عبد اللطيف محمد العبد مقال ملخص وموجز ووفي عن الوحي في الإسلام. نعم. فبيقول الوحي لغة هو الكتاب وجمعه، بيوحي بالشيء، بيوصله الإنسان. يقول يقال أوحى إليه وله، يعني كلمه بكلام يخفى على غيره. وشرعا يقول هو إعلام الله لنبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه. كيف كان يتم هذا؟ يقول لك بواسطة أو بغير واسطة. فالوحي إذا نقل ما في علم الربوبية إلى نبي أو رسول عن طريق الملائكة، وده الفرق عندنا بيننا وبين الإيه؟ الإسلام. إحنا الوحي مباشر من الله للنبي، لأن النبي نفسه واسطه للبشر. نعم. فما يبقاش الله وواسطه للنبي وواسطه للبشر. فده نقطة الاختلاف عندنا. ليبلغه إلى الناس، بيقول مع ملاحظة أن علم الله ثابت في اللوح المحفوظ. أظن احنا اتكلمنا في الموضوع ده المرات اللي فاتت كتير. نعم. بعدين بيقول إيه بقى؟ بيقول وفي آية واحدة أشار القرآن إلى ثلاث مقامات للوحي. في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فبيقول هنا مقسمهم بقى، الأول وحيا أي إلقاء المعنى في القلب، وهنا بيقترب من المفهوم المسيحي. نعم. ومعناها أن الله تبارك وتعالى يقذف في روع النبي شيئا لا يمارى فيه أنه من الله عز وجل، كما جاء في صحيح ابن حيان عن ابن مسعود عن الرسول أن روح القدس نفث في روعي، بحديث أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها.
فاتقوا الله. يبقى بيوحى إليه مباشرة بيلقى في روعه. الثاني من وراء حجاب أي بالتكليم، كما كلم الله موسى فلما سأل الرؤية بعد التكليم حجب عنها، لكنه سمع النداء من وراء الشجرة، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يبقى من وراء حجاب زي الشجرة. الثالث نزول أمين الوحي جبريل على نبينا على الإسلام، يعني على نبي الإسلام وعلى الأنبياء من قبله، بس على الأنبياء من قبل ديت ما فيش إثبات لها يعني. جبريل ما وصلش لحد عشان يوحيله في اللي قبله يعني. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث ابن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال أي حفظت، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا يكلمني فأعي ما يقول. دول ثلاث أنواع بتوع الوحي، يا إما وحي مباشر يا إما وحي من وراء حجاب قوله وطريق جبريل أو ملك. فالفرق كبير بين المسيحية وبين الإسلام في المفهوم، يمكن نتفق في الفكر الأولاني، لكن حكاية إن هو يأتي عن طريق ملاك ما عندناش إحنا الحتة دي. إحنا السيد المسيح الإله المتجسد الذي ظهر في جسد أعطى أفكاره كلها للتلاميذ فكتبوا هذه الأمور، رسله. فبيقول تكلم لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. وعشان كده عندنا حتة مهمة قوي، إن الإنسان ما يقدرش يفهم الكتاب المقدس إلا لما يطلب معونة الروح القدس عشان يفهمه، لأن هو المعلم الذي كتب. فبيطلب منه يقوله يا روح قدس الله فهمني الكلام اللي أنا هقراه. ذكرت أبونا أن الحارث بن هشام سأل الرسول كيف يأتيك الوحي، وذكرت أيضا أنه قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. فالسؤال هنا ما هي الظواهر المصاحبة لظهور الملاك المبشر في المسيحية وفي الإسلام أيضا؟ يعني مثلا لو أخذنا في المسيحية ظهور الملاك جبرائيل للسيدة العذراء مريم في إصحاح واحد من بشارة معلمنا لوقا، أول ما ظهر الملاك لها قال لها سلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك. فلما ابتدت تحس إن في حاجة غريبة قال لها لا تضطربي. فده اللي احنا بنفهمه في المسيحية، ظهور ملائكة الله تعطي سلاما، تعطي هدوءا، تعطي راحة، تعطي أمنا، تعطي طمأنينة. لكن اللي انا بدهش له في قراءاتي في الكتب الإسلامية، ولقيت ان في كتاب مشكات المصابيح في باب البعث وبدء الوحي طبعا باكستان، يقول أنه عندما جاء جبريل إلى محمد في غار حراء رجع إلى خديجة يرجف فؤاده وقال زملوني زملوني يعني غطوني، فغطوه ويظهر أنه أغمي عليه لأنهم رشوا عليه الماء حتى صحى لنفسه. وقيل أن خديجة امتحنته لتعرف إن كان الشيطان هو الذي ظهر له، يعني من الرعب افتكرت أن ده يكون الشيطان بقى ظهر له مش كده. وجاء أيضا أنه كان كل ما جاءه الوحي
تظهر عليه علامات تجعل الحاضرين ينتظرون منه آية قرآنية. فعن عائشة سئل الرسول كيف يأتيك الوحي، زي نفس السؤال اللي اتذكر قبل كده، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فأغيب عن الوحي، وأحيانا يتمثل لي الملاك رجلا. وفي نفس الكتاب أيضا قالت عائشة لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيغيب عن وعيه ويتفصد جبينه عرقا. علامات غريبة شوية. وبشر مسلم كان النبي إذا نزل عليه الوحي امتلكه الكرب وتربد وجهه، يعني احمر بسواد. وقال ابن إسحاق إن محمدا كان يرقى من العين وهو بمكة، كانوا بيرقوه قبل أن ينزل عليه القرآن، يرقوه قبل القرآن. فلما نزل عليه القرآن، ده كان قبل القرآن، قبل يعني ما يأتيه القرآن يعني، فلما نزل عليه القرآن أصابه مثلما كان يصيبه قبل ذلك. يعني كانوا بيرقوه عشان يهدى ويطمن ويرتاح، فلما نزل عليه الوحي حصلت له نفس الحالة اللي كان بتحصل. واشتهر على بعض الألسنة كما ذكر الحلبي في كتابه إنسان العيون أن أبنى أم محمد رقته من العين، وجاء أن رسول الله قال لخديجة إذا خلوت سمعت ندائين، يا محمد يا محمد، وفي رواية أرى نورا وأسمع صوتا، وفي رواية أخرى أخشى أن يكون الذي يناديني تابعا من الجن. يعني الواحد بيقدر يميز بين الجن وبين الملاك. وفي رواية أخرى أخشى أن يكون بي جنون، ده ابن إسحاق اللي بيقول كده، فإنه كان يصيبه ما يشبه الإغماء بعد حصول الرعدة، وتغمض عينيه ويحمر وجهه بسواد ويغط كغطيط الإبل. مظاهر عجيبة. وروي عن أبي هريرة أن محمدا كان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة وتربد له وجهه، احمر بسواد، وغمض عينيه وغطى كغطيط الإبل محمرة عيناه. دي كلها مظاهر، حضرتك بتسأل عن المظاهر. وعن محمد ابن وعن عمر ابن الخطاب أنه كان إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل. وأيضا عن أبي هريرة أنهم كانوا يضعون على رأسه الحناء بسبب ألم الرأس الذي كان يصيبه. الكلام ده في كتاب مرآة الكائنات. وفي كتير تحب نسمع نكمل؟ تفضل. وفي إنسان العيون عن زيد بن ثابت أنه لما كان ينزل عليه الوحي كان يثقل جدا، ساقه على ساقي، ده بيحكي زيد بن ثابت، فمرة جاء ساقه على ساقي، أقسم بالله أنني لم أرى أثقل من ساق رسول الله. وكان يأتيه الوحي أحيانا وهو على الجمل، فكانت تنوء تحته وتجسو. وكلما كان الوحي ينزل على النبي كان كأن نفسه تؤخذ منه، لأنه كان يحصل له إغماء ويظهر كالثمل، يعني سكران. علامات غريبة الشأن يعني. وكل هذه الأشياء مذكورة في مراجع إسلامية. وأيضا ذكر أن هذه المظاهر لم تبدأ معه منذ النبوة، بل منذ صغره. منها أنه لما كان ولدا صغيرا وهو في الصحراء عند مرضعته حصل له نوع من ذلك. ورويت هذه القصة، رواها مسلم عن أنس قال أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان
فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طشت من ذهب بماء زمزم، ثم لحمه وأعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى مرضعته فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: فكنت أرى أثر المخيط في صدره، خياطة. وعلى هامش هذا القول قال صاحب مشكات المصابيح: قد وقع الشق له، صلوات الله عليه يعني، مرارا زي ما بيقول يعني، عند حليمة وهو ابن 10 سنين، ثم عند مناجاة جبريل له بغار حراء، ثم في المعراج ليلة الإسراء. 3 مرات بيشيل منه حظ الشيطان. كلام صعب ان الانسان يتصوره ويدركه، يعني بيعمل علامات استفهام كتير قوي. يعني اللي بيحترم عقله لازم ياخد اجابات على كل هذه الامور. فده هنا بيورينا سؤال: كم كان في قلبه من حظ الشيطان يشق صدره كل مره؟ في الواقع هالاشياء انا شخصيا لم اسمعها من قبل ابدا. وانت مسلم كنت؟ نعم. صحيح؟ في تعتيم على الحاجات دي. لكن كل هذه الأشياء موجودة في مراجع أنا بذكرها بالاسم. نعم. يقول ابن هشام وهو عميد كتاب السيرة النبوية أن زوج حليمة مرضعته قال: لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب بمس شيطاني ما أبعد الفارق، فإلحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك عليه به. ولما أرجعته إلى أمه أمنة قالت لها: أفتخوفتي أن يكون عليك شيطان؟ قالت لها: نعم. ده اللي بتقال عن الحالات المصابحبة للوحي عند النبي محمد، أمور بتخلي الإنسان يفكر ومحتاجة إلى إجابات توضيحات. إحنا بنشوف الملائكة بيجوا بهدوء، ملاك يجي بهدوء ويقول: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك. سلام. ظهر أيضا لزكريا في الهيكل. نعم. وبشروا بميلاد يوحنا. نعم. ما حصلوش صرع وحاجات من ديت. يعني الأمور بتحتاج إيه؟ ليه بيحصل كده هنا وليه بيحصل كده هنا؟ يعني العقل لازم يسأل. مش واخد بالك؟ ما هي ممكن الدنيا ماشية 14 قرن يا عزيزي، 14 قرن زي ما بتقول انك كنت مسلم وما تعرفش حاجة عن دي. ليه مغيبة الامور دي ما تتناقش؟ طيب وحرام. طب والبشرية دي كلها والناس دول كلهم يعني الحاجات دي موجودة، مش لازم يفهموها؟ من حقهم يفهموها ويعرفوا ايه الصح من الغلط وليه الحاجات دي، وهل فعلا الملائكة بيجوا بمظاهر بهذا الشكل؟ وبعد طب ايه اللي بيخليهم يشكوا ان ده يكون ملاك او شيطان؟ ما هي الامور عجيبة. ومن هنا انا اقول انها مسؤولية كل مسلم. ما فيش حاجة اسمها طلعت لقيت ابويا كده. ما فيش حاجة اسمها هي كده. في ربنا هيوقف كل واحد في الحساب ويقول له: انت مشيت ازاي؟ يقول له: زي ما الدنيا ماشية. يقول له: طب وعقلك فين؟ ما شغلتوش ليه؟ ما استفدتش بيه ليه؟ ما فكرتش ليه؟ ما سألتش ليه؟ ما طلبتش الهداية مني ليه؟ وأنا كنت عرفتك. أنا بعتقد أن واحد زي حضرتك في نقلتك من الماضي للقديم وتفتح ذهنك إلى هذه الحقائق، أعتقد مش أنت لوحدك يعني كده. أعتقد أن في ناس كتير نعم يعني كان يعني حصل لهم النقلات دي. أنا على اللي انا اعرفهم شخصيا بيعدوا بالمئات ووصلوا دلوقتي للالوف. نعم. وانا اعلم هذا ايضا، هناك الالاف من الاشخاص المسلمين الذين بحثوا عن الله وكان لهم سلام مع الله. واذكر آية تطيب الخاطر تقول كما قال السيد المسيح: الاشبال احتاجت وجاعت،
أما طالبو الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. في الواقع أشياء التي ذكرتها أبونا محزنة، في الواقع محزنة، تحزن القلب أن نعلم هذه الأشياء التي تغيب عن أذهان الكثيرين. لأن الكثيرين أيضا لا أشك أنه سيرفض هذا الكلام، بل سيثور غضب إن الكثيرين. لكن أنا مش بنطلب كده بصراحة، يعني نعم، يعني بنطلب الإنسان يتساءل، يعني نعم، يعني ربما تأتيه إجابات، لكن يوم لما جلوش إجابات تقنع ذهنه وفكره يبقى يتخذ قراره لو عايزه. نعم. لكن أنا عايز أقول أن في كثيرين من الذين أعرفهم واللي أنت تعرفهم قد عبروا من الظلمة إلى النور ومن سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله. نعم. أنا كنت شفت في إيدك كتاب عن أولاد إسماعيل، بيكلم عن إيه؟ نعم. الكتاب موجود هنا، كتاب أولاد إسماعيل. هذا الكتاب فيه قصة حياة أناس كثيرين مسلمين قبلوا الإيمان المسيحي وقبلوا شخص المسيح كمخلص شخصي لحياتهم، وكما قال المسيح: من آمن بي ولو مات فسيحيا. فهؤلاء الناس كثيرين، أنا تقابلت مع أناس كثيرين منها في البلاد العربية وفي الغرب أيضا، وهم كما ذكر أبونا في الآلاف، يعدون في الآلاف. وليه سموهم أبناء إسماعيل؟ لأنه في الكتاب المقدس، في الكتاب المقدس مكتوب هناك عن ابن الموعد، أنه إسماعيل لم يكن ابن الموعد، لكن إسماعيل هو أيضا من سلالة إبراهيم، والله وعد الخلاص لجميع الناس، أنه مشيئة الله أن الجميع يخلصون وإلا معرفة الحق يقبلون. هؤلاء يعني الناس كلهم كانوا مسلمين من نسل إسماعيل، من نسل إسماعيل، نعم، وقبل المسيح. وهذا الكتاب موجود، وممكن أن تحصلوا على نسخة من هذا الكتاب مكتوبة على الشاشة. وأيضا إذا كان لديكم أسئلة نرحب بجميع أسئلتكم، وشكرا جزيلا. يوجد أيضا عنوان على الشاشة لموقع الإنترنت لجناب القمص زكريا بطرس، ستروها أيضا إذا أردتم الاتصال مباشرة به. وإن أردت الحصول على نسخة مجانية من الكتاب المقدس يسرنا أن نرسلها لك، اكتب على العنوان الذي تراه على الشاشة. وإلى اللقاء، وشكرا جزيلا.